هذاك المنزل اللي شفناه هو المنزل ديالكم هذاك المنزل اللي دابا تراكس كتجمع فيه هو الدار ها حاولي تشوفي اختي الصور ديالك هذاك المنزل اللي محروق دابا اللي شفتي بقى فيه غير رماد هو الدار ديالك يعني ما بقى عندكم فين تكونوا قعدنا الله من غير الله ما كاين حتى واحد شحال نتوما من حنا دابا اربعة الناس في الدار جوج ناس كبار بابا وماما وانا واختي وبنتي صغيرة وحنا خمسة الاب ديالك شحال في عمره؟ بابا عنده 95 والام ديالك؟ ماما عندها 57 وبنتي مريضة مسكينة؟ اه ما عندها الصحة شنو كطالبي اختي دابا نتوما بقى عندكم فين تعيشوا؟ عندنا فين نعيشوا بغينا حتى حنا فين نسكروا بغينا الناس يوقفوا معانا حيت ما بقاش عندنا حتى حاجة لا اوراق لا فلوس لا حتى حاجة حتى الفراش ديالنا مشى كل شيء مشى كيفاش اكتشفتي انت العافيه كيفاش اكتشفتي العافيه ما تبغى غير نتصحى انا اذا باغا نتصحر كنلقى العافيه في وجهي ما فهمتش والو نوضت عائلتك وهربتو نوضت عائلتي وهربنا وما كانوش ما كان حتى واحد ينوضكم ما كان حتى واحد غينوضنا كنا نضناش نضنا عاد بداو الدراري اللي كيجيو وما لقاو ما يخرجوا حتى حاجه ما بقاتش تخرجوا بروحكم على الاقل بعد هاد العامين الاولى فاش شعلات العافيه لقينا ما نخرجوا دابا والو لقيت فوق راسي ما عرفناش باش تبنينا شنو كطالبي اختي دابا انتي كنطالب اخويا من الناس يعاونونا وشوفوا من حالنا حيت حنايا صراحه راه لله الا هذا وجد يعني ما عندكمش فين تمشيو من اليوم نمشيو ما عندنا صافي حنا من اليوم في الزنقه اليوم ما عارفينش فين غنباتوا اليوم حنا في الزنقه ناس في الزنقه والبرد ودريه صغيره يلا عندها 6 شهور 07 02 87 35 98